السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية إخوان. يوم جديد، موضوع جديد، وإن شاء الله مغامرات جديدة بإذن الله. طبعاً زي إخوان زي ما عودناكم، حلقة من نسوي لكم عند الكش، وقلت لكم أنا وعدتكم إن نسوي لكم الإنتاج وشو صار معانا هون بالغرفة. راح نسوي لكم اليوم حلقة حلوة تخليك معانا، اوعى تتركها حلقة، إن شاء الله تنال إعجابكم. بس قبل ما نبلش أي شيء، نكسر الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ريت إخوان تحط لنا لايك وتعليق، وتكتب لنا رقم اللايك بالتعليقات. خليك معاي وتابع المقطع وشوف الكاميرا، حلف الكاميرا مباشرة عساس نشوف الجواز وأمورهم. طيب هون طبعا يا إخوان في عندكم جوز المطوق، جوز البلدية يعني مسوداي، طبعا تحتيهم بيض، الله العليم بيضة واحدة مخصبة اللي فحصتها، بس الثانية يعني زمان شفتها بجوز تكون مخصبة وما بعرف. سايبهم بدي اشوف اول بطن بيطلع منهم، والطير الصفرة برضو، البلقة الصفرة على الاحمر. اخوان الاحمر هذا جدا جميل، بس هو مظلوم هيك لانه مقلش وطلع كيف واقف كيف قاعد. ما بدي افتح الباب عليهم بحيث ما ازعجهم. طبعا هدول تحتهم بيض، ان شاء الله نشوف خيرهم وامورهم تمام. طبعا هون في على الشمال جوز جديد، خليها فرجيكم اياه بحلقه ثانيه. حلقه ثانيه اخوان، هذا الجوز كثير يعني يشرب مي وحالته حاله، من بهدل الفرخ تهدل معاه، حضلنا الفرخ تحتيه وندمل. هذا يا اخوان شو هذا؟ ابن مطويق حمر، بس مش عارف ليش هيك طالع ثوبه وطالع محير، طالع شو قصته، طالع وسخ. طلع وانا اشرب حتى، تعال تعال تنتحرش. هذا فحل مطوق احمر، ان شاء الله يعيش مع المزبل معني. والله يا اخوان هذا منطف الحكي، هذا نظيف، بس هم اول باول بيعمل لك هذا جوز كثير تحضين بوسخ، فانا بدي اشيله هذا الجوز. طب اغلب الجنون عشان انت تكون بالصوره، اغلب الجنون مش منظفها، لانه انا بالعاده بنظف يوم عطلتي، عشان انت ما تكونش عايز تقول لي ابو سهر مش منظف. شوف علي، هون هرمات الايس حضرناهم، مات واحد وضل واحد، يعني قدر الله ما شاء فعل. المهم انه موجود تايفون برضو، طبعا طلع لنا ايس هون كمان، لسه في كمان كثير ايس، هسه افرجيكم اياهم ان شاء الله. هون جوز التحضين، هذول جوز التحضين. طب شو تحت يوم ابو سوار؟ انا بقول لك والله فحل شوي ممكن نقوم بعد اذنك، دغلتك دغلتك بينك. شوف علي، عندك الفرخ هذا على الشمال، هذا ريحاني ازرق اخيرا، ان شاء الله يزبط معنا. واللي على اليمين مزهور، هيك متذكر حضنت، هيك متذكر حضنت تمام تمام. طيب هون في عندكم برضو الشكلية الحمراء، هلا بالشكلية، جبنا لها فحل شكلي، جبنا لها فحل شكلي، نشوف ناخذ منها كم بطن. الفحل منيح لونه جميل، بجوز جوا مش مبين لونه، لونه جميل وشرع الفحل، كبير بالعمر ولكن طير زق، وان شاء الله انه منتج باذن الله. عندكم جوز الشكال الزرق، انا محضن تحتيهم ايش؟ هرمات ايس، فقسوا فرخين. وهذا الفرخ خلاص يعطيك العافية، تعال 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 تعال. هذا يا اخوان انا مفطومه، هذا سكسفوني برضه طالع عندنا سكاسنه ما شاء الله، حبات حلوه ومرتبات. خلينا نسكر الصوت، بقرا في اشياء بدها فطم، يعني هسه هسه عفطمهم كلهم قدامكم. هذا خلص هذا على الفطم، ما شاء الله. شو هذا يا اخوان؟ هذا اول مره بيطلع بحياته، اول مره بحياته بيطلع من الجن كله، بالله يجرب. الصلاة على سيدنا محمد، ما شاء الله. هون هاي البذرة، هون هاي هاي بتنفع تكون عسكري، هاي للدز، هاي للدز، هاي صدقوني للدز هاي البذرة. طلع ما شاء الله جمال، بكون مخ مطار، أشياء حلوة. طبعا هاي الريحان الزرق هون، هون كان تحتهم بيض كسروه كسروه. في عندك برضو الكشامر العبي تحتهم فرق، ما شو هذا؟ دراغون بول هذا، قلت 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 هذا. دول يا اخوان برضه بوسخوا كثير، دول الجوزين اكثر جوزين بوسخوا عندي. في عندك برضه الكشامري هون تحتيهم فرخين، ما شاء الله كبرانات وامورهم تمام. هذول على فكره يا اخوان الجوزين عرضناهم للبيع، بلشت الناس شويه تستهين فيهم، فانا صرت اني اغض نظر، لانه انا قاعد مؤاخذ جوز بيطلع له فراخه برا، هسه افرجيكم فراخه. اشي نخب على الاول. طيب عندك المكاتيف، مكاتيف يا قلب الهوى، تحتيهم بيض على ما اعتقد حيفقس قريبا، يعني ان شاء الله حيفقس قريبا، المكاتيف حيفقسوا قريبا. هون في عندكم الجوز التحضين طالع تحتيهم شكلي اصفر، طالع تحتيهم شكلي اصفر، خاصة سبحان الله الشكالي حبه حبه بيطلعوا، الشكال الصفر نفسهم نفسهم تحتيهم فرخ شكلي اصفر ابنهم.
يعني هون شكلي هون شكلي. خش لي على الدراجون والزومبي، هذول برضه بدهم ايش؟ بدهم دعس بالراس، هذول بدهم فطم. خلص هذول يعطيكم العافيه. طالع برا يا حبيبي. طبعا تحتيهم بيض الجوز. بسم الله. خلص 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 وصلت لك اياها. قرود هاي برضه بذره يا اخوان حلوه. اسكر بها فرجيكم اياهم عن قريب. طلع ما شاء الله. هذا فطم، انت لما تشوف وجهه زي هيك هذا مش مخلف، هذا مفطوم. هذا الوجه اللي انت شايفه هذا فرخ مفطوم، لسه مش شاقق بواقي، لسه فرخ مش شاقق بواقي. هاي اجوا جماعه الفطم. طيب خليهم برا. طبعا في عندي لسه فراخ برضه برا فطمتها، زي هذا المطوق، زي هذا المطوق. في عندي هذا الكشميري عينه ضاربه. سكسفون يا اخوان صح صح والله ما فيه شيء، ليش هيك انتكست ولا؟ عرجاني صح صح حطيته هون المطوق هذا صح صح. سكسفون هسه دعزله، مع اني يعني كان مصحصح، ما بعرف شو اللي بصير معه جد مش عارف. طيب خلينا نكمل. بصحصح برد بضرب، بصحصح برد بضرب. اللي قاعد بشوف الجواز هون يسك على الموضوع، لانه شو اسمه هذول حنعمل لكم حلقه لهم خص نص. طيب في عندك جوز المساويد تبارك الرحمن، تحتيهم فرخين امورهم تمام بسم الله ما شاء الله. هذا البوز تعبان. في عندك برضه الكشميري تحتيه فرخ وتحتيه بيض. في عندك برضه هذول احنا تحتيهم فرخ بده فطم كمان. اشوفك تعال بسم الله. الصلاة على سيدنا محمد. طلع الثوب برضه نحطه مع الجماعة الطيبة. خليك شوي. ننتقل هون، ننتقل هون. أنا بقول لك هذول جوز تحطين برضه تحتيهم إيش؟ برضه تحتيهم سكاسنة. وفي عندك سكسفونيات نفسهم برضه تحتيهم فرخين، هذول أهالي الأصل. يعني هون في ما شاء الله فرخين، وهون في ما شاء الله فرخين، وفي فرخ برا، وفي فرخ هذا التعبان برضه حنريحه هسه نشوف شو ماله. فعندك هذول الجوز تحتيهم إيش؟ سكاسنة. المزاهير 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 هذول لازم يوم يفكسوا. طالعين فرخين، هذا طالع اسود بسم الله. هذا يطلع هذا الاخو، شوف هذا، شوف اخو ومسكر ما شاء الله. حلو لهون حلو. هذول بفكسوا اليوم الله العليم، اليوم او بكره بفكسوا بالكثير. انا بطلع لكم اياهم هذول شغل فطم. برضه في عندك هذول العباسي، برضه هذول على الفطم لازم، بس هذول تعبانات عشان هيك بخليهم عند اهاليهم. هذول تعبانات بخليهم عند اهاليهم. اي واحد وهي الثانية بسم الله. مكسورة رجله يا حرام، هسه شفتها ابصر معلقة بالشبك تحت. ياه يا حرام. خليك خليك هسه انت بتظبطك اعالجك. خليه بس برا، شكله معلقة بالشبك هون محشورة. المزاهير هذول تحتيهم بيض، السكاسنة قلت لكم تحتيهم فراخ، هذول تحتيهم بيضة المزاهير اللي فوق واحدة مخصبة بس. هرمات الآيس برضه نفس الشيء تحتيهم بيض. عندك هون جوز تحضين تحتيهم مزهور أسود أند مطوق أزرق. يعني مطوق ازرق. هذول لسه بيستنوا بطن، هذول لسه هاي ريحت الطيره ترجع تشتغل ان شاء الله. الكشكيات تحتيهم فرخين بس لسه مش شغل فطم، بس كبار وحلوات. هذا الفرخ على اليمين طالع مميز جدا. المطاويق الحمر برضه تحتيهم بيض. وفي عندك هون البواز الحمر تحتيهم بيض، هذول عملهم جواز تحطيم بس هذول اولادهم تحتيهم اولادهم. لبسي كيف وقف على رجله؟ لا وقف هيو، لا والله ما هو موقف. هيا بس امورها هينه، هاي بتلاقيها اليوم لانه امبارح ما كان في شيء. اشوف 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 بسم الله. هسا بعزله، ها بعزل هو والسكسفون اللي بالزاويه لانه تعبان. طبعا زي ما قلنا لكم
يعني في عندك هذول قديش ما شاء الله؟ 2 4 6 8 عندك 8، وفي عندك هون برضه المطاويق هذول فطم جديد لسه ما انكرشوا هذول بس اكبر شوي. تعال 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 هذول المطاويق اكبر شوي بس قرود ما شاء الله عليهم. هذول اكبر شوي لسه ما فطموا. وفي عندك يعني هذا تنشر عندي بس عشان هون ريحته. في عندك برضه المطول، في البواز القطوش هذول ما بدي خليهم هذول بجوز ازقهم مع بعض. في عندك الكشميري العباي اللي جوا هذول برضه ممكن نطلعهم بعدهم. هسه اخوان عادي يعني والله العظيم يعني انا اقول لكم شغله، انا صار عندي ما شاء الله فواجه فراخ طالعه يعني صار على سيدنا محمد، وانتم شفتوا كل فرخ واخوه وين بطير عندي وين 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 وين. فاللي بده اي شيء لازمه فراخ لازمه كذا عادي يتواصل معي وانا عادي ببيع منهم بطلع عنهم يعني ما عندي مشكله ما عندي مشكله. انا صار عندي كميه كبيره والله الحمد. خلينا ننتقل لكم على اللي برا، يعني اللي برا فات عليهم الدنيا شمس حمل يعني بديش افززهم بس يعني بلشنا فيهم كرش. هاي الشكل الاصفر ولا هاي المطاويق يعني خليك جاي معي يعني اطلع بالصلاة على سيدنا محمد. طالع عندي شكالي مسويد هرم ايس مطاويق حمر سكاسنة مزهير واز كشكي كشمير البندوق هذا اللي بالوجه يعني طالع. الريحان الثاني شفته هيك شوية مريحة معه الأمور عزلته حطيته جوا حطيته جوا بس ياكل ويشرب لأنه شكله مش ماكل ولا شارب. كشامر العبي اللي كنت أقول لكم عنهم هيهم هي خلفتهم هي واحد وهي هذا الثاني. في كمان واحد جوا الغرفة في الصغار اللي تحت أهاليهم فاهم علي كيف؟ هذا اللي بيصير طلعوا كلهم طلعوا كلهم 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 بس ايه بس اعملهم شواس هيك. طلع بالصلاة على سيدنا محمد فش بطلع معك يعني اكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد. طال الكشميري بده يسوق بطلع معك فرخ بطلع الريحاني بطلع المطوق بطلع المسود بطلع الشكلي بطلع الزاجل بطلع المزهور بطلع الكشكي بطلع اللي بدك اياه. ولسه هذول يا اخوان لسه انا بقول لكم قاعدين نكرش فيهم يعني لسه هذا ما يعني ما انجرد لسه بمرحله الكرش يا دوبك قاعد بلوح فوق الدار. ومع هيك بالصلاه على سيدنا محمد العبسي بده يفسد هذا العبسي لازم لازم بس ما لازمش حدا. طلع طلع نشوف شوف بفسده ولا حبه بس العبسي بقول لك شو بده يفسده قلت لك ولا حبه بس ايش العبسي. طلع ما شاء الله طبعا قلبوها مردغان العبسي خرب الدنيا. هذا العبسي مستدقل هو والكشمير طلع مطوق مطوق عامل عزف لفسود 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 مزوبعه معه. هاي حط مطوق خليهم يحط هاي المسود جاي يحط طلع طلع شدوا شدوا بالعالي شدوا بالعالي. هاي السكسفون الاحمر السكسفون الاحمر هذا على فكره يعني هذا برضه من اللي غلبني هو خايف يطير بس والاموره تمام اموره داحله. ان شاء الله جاي طلع طلع ايش يمين ايش شمال صار قلبت ميمعة. خلينا بس ايش اسيطر على الوضع هسه بكمل. ايش ابو شايم كيف حالك؟ طبعا يا اخوان قلبت الدنيا ليل مره واحده. انا هسه جيت هلا يا محترم انا هسه جيت الفراخ حطت وابو شايم حبسها وسكر عليها وكل شيء وايش ايش مطلع ابو شاهم؟ العروق تتصبب عليها وش مطلع كل العروق على فكره؟ شو مطلعهم كلهم؟ طبعا يا اخوان سامحوني على انقطاع الفيديو مره واحده وما كملته. قد ايش صار لي غايب عن السطح؟ ساعتين ثلاث شيء زي هيك يعني غبت فتره منيحه. جاني مشوار ضروري ما قدرت سبت التصوير وسبت كل شيء حتى والله التليفون نفسه ضل على السطح.
لقيت ابو شيم جاي محبس الفراخ ومتكتك امورهم ومطلع شو العرو. قالت لك كبشات، قالت لك كبشات. هات ابو شيم، هات نجيب امور. تعي تعي تعي. طلعوا ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. طلعهم يتصبب عليهم. طبعا يا اخوان بيني وبينكم القعدة والله صبابة، بس لسه في كمان يا ابو شام. ليش تطلع نص العروق بس؟ تصبب عليهم كملات. هاي الشكل الاصفر عندي جاي. طبعا لسه الحمام قالشه، الحمام قالشه مش مبينه. الفراخ كل امورها تمام. ايوه حبسهم هون. قسم الاي سي يو لسه شغال. الكبيره حابسه هون الفراخ الكبيره. هاي الحمام المبركه كلها حبسها. يعني في ابلقين هون مش مطلعهم. هات نشوف في ايش في كمان مش مطلع. في العباسي كلهم مش مطلعهم. الهومر مش مطلع على الحلو منظر يتصبب عليه. في المسود اللي هون برضه مش مطلعه. والله في كمان في اشياء كثير مش مطلعها. هات نشوف هون العبس الازرق برضه اللي جوا. ايش في هون كمان؟ ايش تحت؟ ليش هيك فوكس بالكاميرا؟ طبعا يا اخوان احنا وصلنا نهاية حلقتنا. يعني ان شاء الله بنصور لكم حلقة اجمل. يعني الحلقة حلوة، لفينا على جواز الانتاج وصورنا لكم الفراخ ومطارها وامورها تمام. هاي صورنا لكم كمان العروق وهي برا. صحيح شوي الكشاف عندي ضرب فصارت الانارة بالليل اخف. ان شاء الله لقدام بجيب كشاف بركبه. اموره تمام، بتطلع الانارة اوضح بالليل. يعطيكم الف الف عافية. سلام عليكم.